خليفة أبو عبد الله الكاتب العام لجمعية سند هي الأطفال واليافعين في وضعية صعبة، انسجاما مع الأهداف ديالنا حنا كجمعية اللي الهدف ديالها كيرمي إلى تأهيل الأطفال اجتماعيا ونفسيا وتربويا. تعاملنا مع مؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية هنا في النرجيس، إلا أننا كجمعية كنا كنديروا أنشطة وداك الشيء مع الجمعية مع هذه المؤسسة، إلا أننا لاحظنا أنها كتعامل بواحد الأسلوب ماضوي، أسلوب يعني فيه الزجر، أسلوب يعني ما لا تربوي مع الأطفال اللي هما هاد النزلاء اللي هما محرومين من الحنان الأسري ومحرومين من جميع الأمور، في حين أن هاد المؤسسة كتعامل معهم. الأطفال هادو متخلى عنهم. هاد الأطفال متخلى عنهم، ولاحظنا بأن المقاربة الزجرية هي التي تغلب على المقاربة الاجتماعية والتربوية والنفسية، هذه غائبة هاد المقاربة النفسية والاجتماعية والتربوية، لدرجة أن المقاربة الزجرية اللي ذكرتي من طرف الإدارة من طرف الإدارة، بمعنى أن الإدارة أن أي سلوك كما كان نوع ديال السلوك، لأن عندهم أغلبية الأطفال هم مراهقين وكيتعامل معهم بأسلوب ديال الزجر، بمعنى أن أي تصرف كيتم كيعيطوا الشرطه ويديروا لهم محاضر ويحيلوهم على محاضر مرفقه، بمعنى انه تعمروا على محاضر كيديه، التخريب ما كاينش تخريب، السب ما كاينش السب، بمعنى ان وهذا والاداره كتقول لك حنا كنديروا المقاربه الردعيه من اجل الاصلاح، هي المؤسسه الوحيده ديال الرعايه الاجتماعيه في فاس اللي كتعامل بهذه المقاربه الزجريه، بمعنى ان اي طفل حيلوا على الشرطه صيفطوا، والغريب في الامر انك يحيلوا على الشرطه ويعمروا عليه ويصيفطوه في الحراسه النظريه ويخليهم جوع. تصور ان اطفال كيتجوعوا 48 ساعه ما كيصيفطولهمش حتى حليب، يعني لدرجه انكم ما كناش حنا كمؤسسه كنصيفطو لهم، كيبقى الطفل، بمعنى ان هذا مساله خطيره على الصحه ديال الطفل، 48 ساعه وتحت الحراسه النظريه ما كاينش والو حليب ولا خبز ما كيصيفطولهمش، بمعنى ان هذه الاداره هذه هي اداره لا تربويه وكتعامل مع الاطفال بالمقاربه الزجريه، ما غاديش تديو كتاثر لهم على الوضع النفسي، بالاضافه ان الدراري هذو ما وفرهمش حتى الشروط الحياه ادنى الشروط. الطفل ان المجموعه ديال الغرف ما عندهمش الاناره، بمعنى راه اكثر من 30 غرفه ولا 40 غرفه ما توفرش على اناره، معناها الدري في الظلام، المراحل ما فيهمش اناره، ما كاينش يعني الماكله تجويع، بمعنى الدري كتعطيه اربع الدري الطفل النازل كتعطيه اربع الخبز في الصباح، اربع الخبز وفي العشاء اربع الخبز مع السبعه العشيه، ويجلس حتى للغدا في الصباح اربع الخبز، معناها ان كاين هناك تجويع، كاين هناك اضطهاد نفسي، كاين هناك مقاربه زجريه، وهاد الاطفال هادو اللي كتنعكس لهم على من؟ على الحياه ديالهم، على المسار ديالهم الدراسي، بمعنى علاش الدراري دابا ديال هاد المؤسسه هادو الوحيدين الدراري ديال هاد المؤسسه النزلاء اللي ما كيمشوش بعيد في الدراسه ديالهم، علاش؟ لان الظروف ما كايناش، ما وفرهمش الظروف لا من الماكله لا من الظروف، يعني احنا تعاملنا مع مؤسسه كاع ديال فاس ما لقيناش المسائل اللي كاينه هنايا، بمعنى ان ولهذا مؤخرا حالوا لنا على الاطفال وقع لهم شجار بيناتهم، حالوا مع الشرطه داروا لهم محضر. شنو الشجار هما انهم جابوا، بمعنى ان كاين تما 140 طفل 148 حطوا في وسطهم بنت، بمعنى ان هذه المساله لا منطقيه، جابوا بنت حطوها تما نازله تاهي اخت واحد النازل تما حطوها تما، جا وقع شجار بيناتهم ذاك الاطفال على مع ديك البنت، جاوا عيطوا الشرطه، جمعوا ثلاثه الدراري منهم خوها هذيك البنت، لان جا كيدافع عليها مع وقع على شي نزاع مع شي طفل، جمعوهم حالوا مع الشرطه القضائيه، الشرطه القضائيه وكيصيفطوهم دابا، تصور انه من نرجيس تتبعهم الشرطه القضائيه حتى الولايه على رجليهم ماشيين على الاقدام، ومن تشدوا في حراسه النظريه خلوهم 48 ساعه هما مجوعين، ومني كيمشيو دابا للمحكمه ما كيمشيوش كيصيفطوهم على رجليهم وما كيمشي معاهم ولا واحد، هادو اطفال راهم تحت الكفاله ديالهم، بمعنى انهم خصهم يكونوا معنا راه بحال الاباء ديالهم، ولهذا حنا كنحتجوا كنستنكروا ما يعني هاد الممارسات بغينا نقولوا القمعيه الزجريه لا تربويه اللي كتعيش هذه المؤسسه في ظل يعني رسالة ديالك انا الرساله ديالي موجهه انها لهاد الجهات المسؤوله بان تشوف تفتح تحقيق في ديك المؤسسه، هذيك المؤسسه راه كتاخذ الفلوس من عند جهات معينه وراه كتمشي في الخاوي، ما معنى انك ندير انا نخسر 70 مليون و100 مليون 80 مليون في شي امور، والدري ما عندوش حتى ما يلبس صندله دميكا، ما عندوش الماكله ما كيشبعش اربع الخبز، بمعنى ان راه الامور حنا كنطلبوا اولا الجهات المسؤوله تفتح تحقيق في
تسمى على المستوى الاجتماعي والتربوي والقانوني، وبالاخص النازله دابا حاليا النازله اللي مشاو فيها دابا الدراري، هي انا كنشوف انا خص اعاده التحقيق فيها، لان هذاك الدراري ماشي ظلما وعدوانا في اطار انتقام ديال الاداره منهم، والاداره مازال غاديه في نفس المسار الانتقامي الحدود الان مع هاد النزلاء اللي هما محتاجين للحنان والعطف والرعايه والمقاربه التربويه، في حين انهم كيلقاو مقاربه ديال الاضطهاد وديال الترهيب وديال اللي اكل عليه الدار وشارب.